أن تكون في خدمة الآخرين، أن تلتزم بالدفاع عن قضية، أن تضع مصلحة الآخرين كأولوية فوق مصلحتك من النبل حقاً، فهي من أعظم المساعي النبيلة التي من الممكن أن يطلع بها. مساعي النبيلة تمكننا جميعاً أن نتقدم وأن نسمو عالياً لتحقيق إنجازات كان من الصعب الوصول إليها. تخيل الآن وجود مؤسسة ملتزمة بخدمتك وملتزمة بالعناية بصحتك وحياتك. تخيل وجود مجتمع رائد من الأطباء المهتمين دائماً برعايتك، يشاركونك فرحتك عندما ترزق بمولود، يقدمون لك رعاية خاصة بك وبعائلتك، ويشرفون على دعمك بأفضل الخدمات الطبية. منذ سنة 2007 وبرجيل القابضة تقوم بتحقيق ذلك، موفرة فرقاً من الكوادر الطبية المحترفة تسهر على ضمان عافيتك. الرعاية والنمو والمجتمع نربطهم بالصحة. برجيل القابضة.